لا يوجد للطواف أو للسعي دعاء مخصص للشوط الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وهذا المكتوب في الكتب التي تباع هي للتجارة، وهي محدثة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يزاد عليه. وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا وعند المروة بقوله عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.